مرحبا بكم، ألف مبروك لنجم المتلاوي اللي رسميا يرجع للرابطة الأولى بعد فوزه اليوم في مباراة البراج على ترجي جرجيس بالركلات الترجيحية 3-1، وفات المباراة في 90 دقيقة بالتعادل 1-1. حازم المستوري افتتح النتيجة لفريق نجم المتلاوي في الدقيقة 67، وحسن رمضان عدل النتيجة في 83. ترجي جرجيس والركلات الترجيحية كانت الحاسمة ومكنت نجم المتلوي من العودة للرابطة الأولى، يلتحق بالمجموعة الثانية مع فرق النادي الإفريقي، الاتحاد المناسيري، الأولمبي البيجي، اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان، مستقبل الرجيش، أولمبيك سيدي بوسي. النجم الساحلي حقق انتصاره الثاني في البطولة، انتصار جاء على حساب أمل حمام سوسة بنتيجة 5-0 بنتويت محمد الضاوي في الدقيقة 8 ودقيقة 11. زين الدين بوتمان سجل الثالث الإطوال في 45، بيني بونغونغا زاد الرابع في 65، وحسين بن علي سجل الخامس في الدقيقة 70 مقابل هزيمة الثانية لأمل حمام سوسة. نهار السبت تكون مباراة اتحاد تطاوين ونجم نادي البنزرتي بنفس الجولة، الجولة الثانية، ونهار الأحد مستقبل سليمان يواجه الأولمبي البيجي، أولمبيك سيدي بوزيد يلعب ضد مستقبل الرجيش. وفد الاتحاد المنستيري وصل للقاهرة ما عندوش برشا استعداد لمواجهة مباراة العودة ضد الأهلي المصري في الدور الثاني من تشامبيونز ليغ الإفريقية. ماتش ذهاب كانوا فيه بتقدم الأهلي 1-0. نذكر مباراة تلعبنا السبت مع الخمسة نتاع العشية. ايضا الترجي واصل في تحضيراته في البارك بي لمواجهه نهار السبت مع الخمسه ضد بلاتو يونايتد النيجيري، المنتظر يوصل الليله لتونس. بكاس الكاف منافس النادي الافريقي كيبانجا من زنزبار يوصل نهار السبت لتونس، يعني تقريبا قبل 24 ساعه من المباراه اللي تتلعب نهار الاحد مع الاربعه نتاع العشيه في ملعب حمادي العقربي بيرادس. ونذكر اللي النادي الرياضي الصفاقسي يواجه نهار السبت مع الاربعه في الطيب المهيري فريق فاسيل كينيما من اثيوبيا. في كرة اليد منتخبنا الوطني تعادل في مباراة الودية لعبها ضد المنتخب القطري 22-22، وهي أول مباراة يشرف عليها المدرب الجديد المنتخب باتريك كازال. في الأوروبا ليج حاليا ريال بيتيس وروما متعادلين 0-0، 8 بي اس في تواجه اف سي زوريخ، مع 8 فرنس باروش المجري فريق عيسى العيدوني يلعب ضد سيرفينا الصربي. في دوري المؤتمر الأوروبي الياس الصخيري حاليا يلعب أساسي مع فريق اف سي كولن اللي يلعب خارج القواعد ضد بارتيزان بلغراد، والنتيجة تقدم بارتيزان 1-0. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية اليوم، تقع على السيت موزايكا فاما بونيت الخليج.